روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستويا ثم قال: هذا سبيل الرشد وصراط الله فاتبعوه، ثم خط على كل جانب ستة خطوط ممالة، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فاجتنبوه، وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة، إن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبرنا ربنا عن حكمته العظيمة في خلق الثقلين الجن والإنس، وأنه إنما خلق الثقلين لغاية عظيمة هي عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له. ما خلقهم ليستكثر بهم من قل، ولا ليستعز بهم من ذل، ولا ليستغني بهم من فاقة، فهو الغني الحميد القوي العزيز الذي يطعم ولا يطعم. إنما خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له، ليخلصوا له توجه قلوبهم، ليخلصوا له توجه قلوبهم وجوارحهم. خلقهم ليعبدوه، ليقوموا بحق العبودية، ليقوموا بحق العبودية على الحقيقة، فتتأله قلوبهم رب العالمين محبة وخوفا ورجاء. خلق الله أبا البشر آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وبوأه الجنة وأباحها كلها له ولزوجته إلا شجرة واحدة عينها وبينها: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولكن عدو الله إبليس الذي تكبر عن السجود لآدم، والذي كان تكبره سببا للعنته، للعنة الله له وإهباطه من ملكوت السماوات وجعله شيطانا رجيما قائدا لكل رذيلة إلى يوم القيامة، سعى في إضلال آدم وسعى في إغواء آدم ووسوس إليه حتى أكل من تلكم الشجرة، فعند ذلك
عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فأهبط الله آدم وزوجته إلى الأرض وقال لهما: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لأن إسكان آدم الأرض ليعمرها بطاعة الله، إذ الجنة دار الكرامة والنعيم، وأما الأرض فهي دار العمل، الدار الذي يتعلق بسكانها العمل إما خيراً أم شراً. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أجل، إن الله يعلم ما لا يعلم الملائكة، يعلم أنه سيكون من البشر أنبياء، سيكون منهم الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون والقائمون بحق الله والساعون في الأرض بالإصلاح، الذين يعمرون الأرض بطاعة الله ويقيمون عليها شرع الله. مكث آدم في الأرض ثم أدركه الموت، واستمر أبناؤه وذريته على هذا الدين، موحدين لله، عابدين لله، مخلصين لله أقوالهم وأعمالهم، لا إله غير الله يعبدونه، ولا إله غير الله يرجونه، ليس عندهم شرك ولا ضلال، وإنما هم على العقيدة الصافية والمنهج الحق والطريق المستقيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومضى حقبة من الزمن يقدرها المفسرون بما يقارب 10 قرون، والتوحيد ظاهر والشرك غير موجود، لا وجود له أصلا. ولكن عدو الله إبليس، وهو يرى هذه العبادة الحقة ويرى هذا الدين الحق، غاضه ذلك وسعى بما سعى به حتى أوقع بني آدم في الشرك. فأتى إلى قوم نوح إذ ذاك وقال لهم: إن صالحيكم مضوا وانقضت أخبارهم واندرست آثارهم، فلم يكن لهم من قال، فلم يبق لهم أثر ولا خبر. لماذا أهملتم الصالحين؟ ولماذا تناسيتم المتقين؟ ولماذا ضيعتم صور العابدين الزاهدين؟ ولماذا تجاهلتم تلك الحكمة العظيمة؟ ما الطلب؟ صوروا صورهم واجعلوها في مجالسكم حتى إذا رأيتموها عدتم إلى ماضيهم المجيد، وأخذتم بطريقهم الحميد، وسرتم على ما ساروا عليه من الحق الواضح المبين. فعن حسنية وحسنية وعدم وغفلة عن مآلات الأمور، صوروا صور الصالحين ونصبوها في مجالسهم، واستمروا على هذا سنين حتى جاء عدو الله لأقوام ليس عندهم إدراك ولا علم ولا بصيرة بالأمور، وقال لهم: إنما صور سلفكم صور صالحيهم لأجل أن يستسقوا بهم المطر ويستجلبوا بهم النفع ويدفعوا عنهم الضرر، هؤلاء أقرب إلى الله منكم وأولى بإجابة الدعاء منكم، وأنتم بعيدون عن الله بخطاياكم وتقصيركم، وهؤلاء الصلحاء الماضون
لا تزال ذكرياتهم موجودة، فادعوهم واعكفوا على صورهم واصرفوا لهم الدعاء، ادعوهم واجعلوهم وسائط بينكم وبين ربكم ليتحقق لكم المطلوب وتنالوا الخير، فظنوا كلامه حقا فعبدوا الصالحين من دون الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الصور عكفوا عليها واتخذوها إلها من دون الله، صرفوا لها الدعاء، فبدل أن يقولوا يا الله قالوا يا ود ويا سواع ويا يغوث، وبدلا من أن تتوجه القلوب إلى الله وترفع الأكف إلى الله أصبحت العبادة لتلك الصور، يرجونها ويعبدونها ويستغيثون بها ويلجؤون إليها ويحلفون بها ويستغيثون بها ويظنون أنها تحقق النفع وتدفع الضر، وأنها وقد يكون شيء فيظن ذلك هو الحق، قد يبتلون ببلاء فتنة لهم فتزدادون بعدا عن الهدى. فلما وقع الشرك في الأرض في قوم نوح بقية ذرية آدم ووقع فيهم عبادة غير الله، وقع فيهم مخالفا لما لأجله خلقهم، فالله خلقهم ليعبدوه، وهؤلاء عبدوا تلك الصور وظنوا أن تلك الصور صور الصالحين تنفع وتشفع وتتوسط بينهم وبين الله. فبعث الله نوحا عليه السلام، بأي شيء بعثه؟ بعثه بالتوحيد الخالص. بأي شيء بدأ؟ بدأ بالتوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قوم نوح يعبدون الله، ولكن أضافوا مع عبادة الله عبادة غيره، عبدوا غير الله بالخضوع والذل والدعاء والتوجه والتضرع واعتقاد أنه لا يصل نفع من الله إلا بواسطة أولئك المدعوين المعبودين من دون الله. نوح عليه السلام بعث بهذه العقيدة، فمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 9 قرون 950 سنة، وهو يدعوهم إلى توحيد الله. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هكذا قال، وحقا وصدقا ما قال، ونحن نشهد عليه السلام أنه بلغ قومه رسالة ربه ودعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، يجاهدهم إلى أن يعبدوا الله وحده وهم متمسكون بأصنامهم ومعبوداتهم وضلالاتهم، وهو يناظرهم ويقيم الحجة عليهم وهم يسخرون به وبدعوته. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقالوا له لطول مقامه
قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله. هذا النبي جاهد في الله حق الجهاد، ولكن كما قال الله وما آمن معه إلا قليل. يتواصى قومه بعدائه، فيولد المولود ويشب على عداء نوح، ويحضره الموت ويوصي مبناءه بجهاد نوح، وهو صابر محتسب على كل بلاء أصابه، إلى أن دعا الله عليهم فأغرق الله أهل الأرض ونجى نوحا وأتباعه. عند ذلك تتابعت الرسالات، فبعث الله هودا عليه السلام بما بعث به نوحا عليه السلام، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالوا له أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال الله في سورة هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني وإليه ترجعون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. الآية يا إخواني، نوح هود دعا إلى توحيد الله وإلى إخلاص الدين له، وهم يقولون له ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وصالح يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم الآية. وشعيب يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم وموقفه من قومه وتحطيمه الأصنام والأوثان وإعلانه البراءة من الشرك وأهله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وموسى عليه السلام يقول لقومه لما قال الله عنهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم. أيها الإخوة، فدعوة الرسل كلهم هي دعوة إلى توحيد الله، فلأهمية التوحيد وعظيم شأنه وكبير قدره أنه مبدأ دعوة كل رسول من نوح إلى خاتمهم وسيدهم وأكملهم وأفضلهم محمد بن عبد الله الذي دعا إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وتلا القرآن على قومه فكان ما كان. هذا التوحيد اجتمعت عليه الرسل كلهم
وأي دعوة الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا التوحيد هو الذي دعيت إليه كل الخلائق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا توحيد العبادة الذي لأجله خلقنا الله. فإن الإقرار بربوبية الله وأنه رب كل شيء وخالقه ومليكه والمتصرف فيه أمر مستقر في الفطر لا إشكال في ذلك. ولكن الخصومة بين الرسل وقومهم إنما هو في توحيد العبادة. الرسل يقولون لأقوامهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، لا تجعلوا مع الله معبودا كائنا من كان، ملكا، نبيا، وليا، صالحا أو جمادا أو غيره. اجعلوا العبادة لله، واجعلوا القلب يتعلق بالله، واجعلوا القلب يتعلق بالله، ولا تزاحموا الله في حقه. فإنكم إن عبدتم غيره فقد اتخذتم ذلك المعبود إلها وندا لله، فصرفتم له خالص حق الله. إن المشركين قديما وحديثا يتعلقون بأمور. أولا يقولون هؤلاء المعبودون عبدناهم لأجل أن يشفعوا لنا عند الله، فأبطل الله تلك الشبهة بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. كيف يكونوا شفعاء وهم ما بين جماد أحجار وأحجار وأموات وجن وشياطين وطواغيت لا علم ولا إدراك عندهم؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والشفاعة عند في القرآن جاءت مقيدة بأن يكون الله يرضى بأن يأذن الله للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع له أن يشفع له. فلا يستطيع أحد أن يتقدم بالشفاعة عند الله إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ ولا يمكن أن يشفع شافع إلا أن يكون المشفوع له ممن يرضى الله قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن فالشفاعة ملك لله، طلبها من الأموات والغائبين أو من الأحياء الذين وصفهم العجز طلب في غير محله وضلال وصرف خالص حق الله. فإن الشفاعة ملك لله، تطلبها من مالكها أن يشفع فيك نبيه والصالحين من عباده. والمشركون تعلقوا أيضا بالوساطة، فقالوا إن هؤلاء المعبودين إنما عبدناهم لنجعلهم وسائط بيننا وبين ربنا، فنحن في نفوسنا أحقر من أن ندعو الله مباشرة وأن نسأله بدون واسطة. ألا نرى في الدنيا زعماء الدنيا وذوي الجاه منهم إذا أراد الضعيف أمراً بحث عن المقربين من وزراء وجلساء ومستشارين وندماء ليوصلوا إلى ذلك العظيم في الدنيا حاجة ذلك المسكين، فإنه لو أتى رد من الأبواب فلا بد أن يتخذ وساطة تقربه وتدنيه وترفع حاجته وتبلغ قضيته. هكذا قالوا. إذن هذه الشبهة الباطلة هل يمكن أن نطبقها على رب العالمين تعالى علوا كبيرا؟
الله جل وعلا قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كون المشرك يدعي أن النبي والولي واسطة بينه وبين الله هذا عين الضلال، لأن الوسيط يحتاج إليه قاصر العلم والإدراك من طبيعة الخلق، والذي لا يدري ما وراء بابه بل ما تحت قدمه. أما رب العالمين المحيط علمه بكل شيء والذي علم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، علم ما هم عاملون وكتب ذلك، علم ما هم عاملون وكتب ذلك العلم في أم الكتاب قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن فالواسطة يحتاج المخلوق إليها، لأن المخلوق قد يجيب إما رجاء في من توسط عنده أو خوفا منه واحتياجا إليه، ولكن رب العالمين لا، رب العالمين حي قيوم يناديك كل لحظة: ارفع أكفك إليه فتجده القريب المجيب السامع السميع القادر على كل شيء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعه. فهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قائم بشأن شؤون عباده، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالوساطة لا محل لها، لأنك لا تدعو يصما وأعمى، حاشا وكلا، تدعو سميعا بصيرا قريبا مجيبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما علا صوتهم بالتكبير: اربأوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وإن الذي تدعونه أقرب لأحدكم من شراك نعله. إذن فالوساطة لا قيمة لها، لأن إذا اتخذنا وسائط جعلنا ذلك الوسيط عدلا لله وندا لله وساويناه برب العالمين، فصرفنا له محبة وخوفا ورجاء. والواجب علينا ألا نصرف شيئا من ذلك على الحقيقة إلا لرب العالمين. وإن أحببت من أحببت، لكن المحبة الصادقة الخالصة إنما هي لربنا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين برسالة لكل الخليقة، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، إلى كل من وجد على أرض البسيطة وقت مبعثه صلى الله عليه وسلم. بعثه كما بعث إخوانه الأنبياء والمرسلين، إلا أن الله جعله أكملهم رسالة، لأن رسالته عامة للخلق، كل أتباع الأنبياء وغيرهم وجب عليهم الخضوع لشريعته والانضواء تحت لوائه والسمع والطاعة له. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والله يقول له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بعد مضي 40 من عمره والأرض قد طبقها الجهل والضلال واختفت الملة الحنيفية والصراع بين الديانات إذ ذاك قائم ما بين اليهود والنصارى،
وما بين اليهود والنصارى وما بين الوثنيين والنصارى وإلى غير ذلك. صراع بين الحضارات والديانات قائم، والعرب في جزيرة العرب في جهل مطبق وضلال مبين، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يميزون بين حق وباطل، في جاهلية جهلا وضلالة عميا. بعث الله هذا النبي الكريم فأما فنبأه بإقرأ وأمره فنبأه بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأمره أرسله يا أيها المدثر، بعثه ليدعو العرب إلى عبادة الله، لأن العرب إذ ذاك كانوا في جهل عظيم، فيهم المعبودات المتعددة اللات والعزى ومنات وغيرهم وغيرهم أشجارا وأحجار، من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من يعبد عزيرا، من يعبد المسيح، من يعبد الملائكة، من يعبد الجن، من يعبد الأشجار والأحجار، وكل ضلال عندهم. جاءهم محمد بن عبد الله فابتدأ دعوته سرا بمن يثق به من قومه ممن له بهم علاقة وصلة وصلة مودة ومحبة، وكان رأسهم الصديق، فابتدأ به فقبل الحق وشرح الله صدره فآمن بالله ورسوله وأخلص لله عبادته. وأسلم علي من الصبيان، وخديجة زوجته، وزيد مولاه، وبلال مولى الصديق، وتتابع المسلمون الواحدة والواحدة. ما كانت دعوة النبي لهم، كانت دعوته لهم كما قال أبو سفيان لهرقل لما قال بأيش العقل، قال يقول لنا اعبدوا الله ودعوا ما كان يعبد أسلافكم وآباؤكم. والله جل وعلا أنزل عليه القرآن فيه الأمر بعبادة الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آيات القرآن في توحيد العبادة في الأمر بها وبيان عن نتائج هذا التوحيد، وأنه إذا استقر في القلب واستنار به القلب صلحت به الأعمال وانقادت الجوارح طاعة لله. أمرهم بأن قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، فماذا كان الجواب؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم عرب يعلمون حقائق الكلام ومآلاته، فهم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا أن ينطقوا بها، لو يعلمون أن مجرد التكلم يكفي لقالوه، لكن يعلمون ملتزماتها وأنها توحيد المعبود، توحيد المعبود وقصره على علام الغيوب، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأنها تنفي كل معبود من دون الله وتجعل كل معبود من دون الله لا وجود له، لا إله إلا الله. ولذا قال الله في سورة الصفات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، قال الله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهم يقولون إذا قلنا لا إله إلا الله جعلنا هذا الشاعر المجنون يدعونا إلى أن نترك ما كان يعبده آباؤنا ونوحد العبادة ولا نجعل إلها متعددا. ولذا قال النبي لحسين أبي عمران كم تعبد؟ قال سبعة، واحد في ستة في الأرض وواحد في السماء.
قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال من في السماء. قال إن أسلمت علمتك كلمات. فأسلم فقال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. بيّن الله في كتابه، بيّن الله في كتابه موقف الأنبياء والمرسلين من كل من عبدهم من دون الله، وموقف الملائكة والصالحين. قال الله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو؟ أن يعبدوا الله ربي وربي. هذا دعوة عيسى ونشهد له بذلك. والملائكة إذا قال الله لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، لأن مثل لا يعلم ذلك. وكذلك يتبرأ كل معبود، يتبرأ كل عاب كل معبود ممن عبده، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. دعا المصطفى إلى توحيد الله، وجاهد وجالد المشركين بلسانه وصبره وثباته، وهم يعاندونه ويضادونه ويقولون تريد أن تجعل الإله واحدا، وهو يدعوهم إلى إخلاص الدين لله وإفراد الله بالعبادة، وأن لا يكون مع الله شريك في دعاء ولا في رجاء ولا في خوف ولا استغاثة ولا استعاذة ولا نذر ولا ذبح. لا بد أن يكون العبد عبدا لربه خالصا لا شريك له في ذلك. والله يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم؟ لا يمكن، عبدك لا يمكن أن يكون شريكا لك في ملكك ولا ملك. إذن فكلنا عبيد لله، لماذا نأخذ أحدنا وندعوه؟ قال الله: والذين تدعون من دونه لا يخلقون الله لا يخلق والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. التوسل، يأتي المشركون المتأخرون ويقولون نحن ما أشركنا نعتقد أن الله الخالق الرازق، وأن محمدا حق، والبعث بعد الموت حق، ونؤمن بالملائكة والرسل والكتب، لكن واليوم الآخر، لكننا نقول هؤلاء الصلحاء يسمع الله منهم ما لا يسمع منا، ويقبل الله منهم ما لا يقبل منا. نقول كل هذا كذب وكل هذا باطل، فالخلق كلهم عبيد الله وكلهم خاضعون لله، وأقربهم منه من كان أطوعهم له وأخضعهم له. فاخضعوا لربكم وأطيعوه لتكونوا مثل هؤلاء أفضل منهم. هؤلاء مشركون قالوا إنما نزل القرآن في مشركي قريش الذين يزنون ويشربون الخمر ولا ولا لا، نصلي ونصوم ونحج. نقول وكل ما فعلتم لا ينفع. إذا لم يكن التوحيد خالصا لله فإن جميع عباداتكم باطلة. ولذا قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مدور. الآن عباد القبور وسادة القبور
الذين يدعون الناس للطواف بها وذبح القرابين لها والاستغاثة بساكنيها وطلب المدد منهم، هؤلاء والعياذ بالله قست قلوبهم واستمرأت الشرك وألفت الباطل، فإذا دعوتهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وأن العبادة حق لربنا خالقنا ورازقنا وموتنا ومحيينا ومن بيده خير الدنيا والآخرة، سخروا منك وقالوا أنت الوهابي أو أنت الرجعي أو أنت المتخلف أو أنت كذا وأنت كذا، لأنهم يريدون أن يبقوا على ضلالهم وعلى باطلهم من تعظيم أولئك تلك القبور وساكنيها ليستغلوا بها ويستغلوا بها عواطف العامة ويجري وراءها الأموال، وهم يعلمون في كنائس نفوسهم أن ما هم عليه باطل. أيها الإخوة، إن الاهتمام بالتوحيد تعلما وعلما أمر عظيم الشأن فلا نغفل عنه. ألم تسمع الله يقول نبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والله يقول نبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ألم تسمعوا لقمان يقول ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ألم تسمعوا الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس؟ فتعلم التوحيد أمر فرض، وتعليمه للنشء وإيضاح دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة المرسلين بأوجز عبارة ليفهم المسلم حقيقة التوحيد الذي لأجله خلق الله الخلق. والاهتمام بتدريسه وتعليمه وانتصاب الدعاة دعاة إليه وجعل التوحيد في مبدأ خطابهم ومنتهاه وفي خلال ما يقولون، لأن الدعوة إلى هذا التوحيد مما تقوي الإيمان في القلب. ولذا النبي اهتم بالتوحيد في أول دعوته وآخرها، هو يعالج كرب السياق ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وهو القائل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسلف الأمة على هذا المنهج القويم في الدعوة إلى التوحيد والعناية به والاهتمام به وجعله أهم الواجبات، ولا سيما العلماء المتأخرين. العلماء السابقون الشرك عندهم نادر، لكن بعد القرون المفضلة انتشر الشرك على أيدي دعاة الضلال ودعاة الوثنية، ومن نشأوا في أطراف البلاد على جهل وضلال فنشروا الشرك وعمروا القبور ودعوا الناس لعبادتها وتعظيمها وأعادوا ما كانت عليه الجاهلية الأولى. فبدأ علماء الإسلام يقررون التوحيد ويهتمون به أعظم اهتمام. وإذا نظرنا إلى ابن تيمية وابن قيم الجوزية وكتبهما ومؤلفاتهما وكيف كانوا دعاة إلى التوحيد ودعاة إلى الخير ومحاربين للشرك ووسائله وذرائعه، لرأيت العجب العجاب. وما دعوة الشيخ محمد رحمه الله إلا امتدادا لهذا المبدأ العظيم وهذا المنهج الكريم؟ فإنه رحمه الله لما وفقه الله لفهم الكتاب والسنة ورأى ما عليه قومه وأهل بلده من انحراف عقدي من شرك ودعاء غير الله وطواف بالقبور وعكوف عندها وذبح لها،
دعاهم إلى توحيد الله وأوضح لهم الدليل وأقام عليهم الحجة، فاستجاب له من استجاب ووقف أمام دعوته بتحديا من بعض علماء عصره، ولكن الله يعلي دينه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لقد ألف الشيخ كتاب التوحيد 64 بابا في بيان الشرك الأكبر والأصغر وما يضاده وما ينقصه، وألف كشف الشبهات وضع فيها شبه المشركين القديم والحديث، وقارن بينها وبين وكشف الباطل وأحق الحق بكتاب موجز في لفظه قد شرحناه في العام الماضي من خلال دورة هذه المؤسسة المباركة. وألف مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي الجاهلية، وألف الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، وكثير من رسائله ومؤلفاته كلها في التوحيد، سار عليه تلاميذه أبناؤه وتلاميذه ومن سار على نهجهم إلى هذا الزمن، وقد واكب هذه الدعوة أنصار الحق الإمام محمد بن سعود وعقبه، أبقى الله بالجميع الخير والصلاح. فيا إخوان الدعاة، اجعلوا التوحيد أصل كل شيء، ولا تقولوا التوحيد معروف، لا هو معروف، ولكن هذا المعروف لا بد أن يعاد يبدأ ويعاد فيه حتى يستقر في النفس، فيعرف المسلم الحق من الباطل. قال شيخ الإسلام لما تكلم على قضية الذين قالوا النبي اجعل لنا ذات أنوار، قال فيه أن من منتقل من الشرك إلى التوحيد قد يكون في قلب نفسه بقايا من بقايا الشرك، فلا بد من تحقيق التوحيد. يقول شيخ الإسلام لما تكلم عن الخوف من الشرك قال إن الشرك لا يخاف منه حقا إلا من شهده ومارسه، لأن الإنسان لا يعرف قدر الصحة إلا بالمرض، ولا قدر الفاقة إلا بالغنى، ولا قدر الجهل إلا بالعلم. فلهذا لما كان الصحابة عاشوا الجاهلية والإسلام كان بغضهم للشرك وعداؤهم للشرك عظيم، وأورد أثر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فيا دعاة الإسلام، حققوا التوحيد، اقرأوا كتاب التوحيد وكشف الشبهات، اقرأوا لمعة الاعتقاد لابن قدامة والعقيدة الوسطية لابن تيمية ومؤلفات علماء الإسلام الذين ألفوا في هذا المقام العظيم وأزالوا الشرك وحققوا التوحيد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أنصار الحق والهدى، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لما يرضيه، وأن يجزي هذه المؤسسة عما قدمت للإسلام والمسلمين خيرا، وأن يجعل ذلك في ميزان خادم الحرمين فهد بن عبد العزيز رحمه الله وغفر له، وجعل في خلفه الخير والبركة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد.